لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة الأنبار، عقد في ناحية الصقلاوية التابعة لقضاء الفلوجة مؤتمرا أمنيا لقيادة عمليات الأنبار، ضم عددا من الشيوخ والوجهاء فضلا عن حضور النخب الثقافية والأكاديمية في المحافظة. هذا المؤتمر ناقش العديد من القضايا الأمنية، ناقش العديد من القضايا التي تخص المواطنين، تسهيل للإجراءات الأمنية المتخذة سابقا. حقيقة لمسنا تجاوب كبير من قبل المواطنين ومن قبل الشيوخ ومن قبل العشائر بدعم القوات الأمنية. الوضع الأمني في هذه الناحية مستقر وجيد جدا. قواتنا في الجيش العراقي والقطاعات الأمنية العاملة بأمرتنا وبدعم من قبل طيران الجيش العراقي البطل، استطاعت هذه القوات من تطهير صحراء الأنبار ومطاردة فلول الأرهاب في عمق الصحراء، وأصبحت هذه الصحراء مؤمنة بالكامل، محافظة الأنبار آمنة إن شاء الله ومستقرة. عضو اللجنة القانونية النيابية أوضح أن العمل جاري لإنهاء ملف النازحين في محافظة الأنبار وعودتهم إلى مناطق سكنهم وحل المشاكل العشائرية التي خلفها الإرهاب بين المواطنين. طبعا من ضمن الأمور التي تم نقاشها مع السيد قائد العمليات هو موضوع النازحين وخاصة في مخيمات النزوح. هذا الملف توجه الدولة والحكومة المركزية هو إنهاء هذه المخيمات وعودة هذه العوائل إلى مناطقها، ومعروف للجميع أن هناك تحديات، قسم منها تحديات أمنية والقسم الآخر تحديات عشائرية لها علاقة بمواضيع الثأر وما إلى ذلك. هذه تحتاج حقيقة إلى مزيد من الجهد، مزيد من العمل من أجل حلحلة هذا الملف وعودة جميع هذه العوائل إلى مناطقها. الإدارة المحلية لمدينة الفلوجة ثمنت دور القوات الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار في المدينة، الأمر الذي انعكس إيجابا على حركة البناء والإعمار داخل القضاء. حضرنا هذا اليوم مؤتمر وتجمع عشائري وذلك للتعرف على أهم المشاكل والمعوقات سواء في الجانب الأمني أو الجانب الخدمي. تم الاستماع بشكل مباشر من قبل سيادة النائب والأخوة في القوات الأمنية إلى أهم المشاكل التي يعاني منها المواطنين. مؤتمر موسع لأهالي ناحية الصقلاوية يجمع شيوخ ومثقفين ودوائر ناحية الصقلاوية. حقيقة المواطنين شخصوا بعض المشاكل التي تخص القوات الأمنية، استجابة لنا مشكورا اللواء الركن ناصر الغنام، واستجابة فورية سريعة لحل جميع هذه المشاكل. تم مناقشة أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه الناس في هذه المنطقة، وتم التوجيه بوضع الحلول وتذليل العقبات أمام الناس. لقناة الطليعة الفضائية، صباح الطائي، الأنبار.